بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برامي رافع دويمة، الحافظ لكتاب الله منذ العام 2020 حينما كان عمري 14 عاما، وقد حفظت كتاب الله بحمده وتوفيقه في مسجدي مسجد الإصلاح. وكما يقول المثل خير جليس في الزمان كتابه، فهذا قول خاطئ، فأنا أقول خير جليس لي القرآن الكريم. فكم تعلمنا منه، وكم استأنسنا به في هذه الشدائد، وكم منحنا القوة والصبر والجلد على هذه المصائب عامة. وإن كان من نصيحة فهي لطلابي الأعزاء أن جدوا وثابروا واجتهدوا لحفظ قرآنكم الكريم، فهذا الذي ينفعكم بعد الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. فأزيد أسراب الغروب جمالا.